النظر إليها. وقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، ينظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى أخلاق المؤمنين أهل الإيمان الكمل الصحابة رضي الله عنهم، ولا يغتر بالأخلاق التي يعني باطنها الاستكبار على الله عز وجل وعدم توقير الله ونسبة يعني الكفر والشرك لله عز وجل، كيف يغتر بمثل هذه الأمور؟ نعم. And some people there are deceived and amazed by the attributes or the manners of the disbelievers. They say they're so humble, they're so this, but they're humble just outwardly. But they're not humble where they're supposed to be. They're not humble to Allah. They're arrogant to worship Him. So they have nothing. This is just our appearance. Rather, we should say that we should look at the manners of those who are supposed to look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah said, indeed, you are upon a noble standard of character. Because he was humble outwardly and inwardly. He was. That is what we look at. And therefore, we should not be looking down at Muslims and say, you know, the kuffar have better manners than Muslims and such and that. Rather, we should love for the Muslim for what that which he has of faith, because that is much better than the outward, mannerisms of the people of disbelief. Qala... وقال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أيضا هذا وصف للملائكة. نعم، كرمهم الله عز وجل وعظم شأنهم وهم يفعلون ما يؤمرون. نعم. Also Allah Ta'ala said about the angels, they are noble worshippers, they do not precede Allah in speech, and they do as they're ordered. وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. أيضا وهذا كما مر معنا في الآية السابقة أنهم يفعلون ذلك حبا وتعظيما لله سبحانه وتعالى وعدم يعني استكبار وعدم الاستكبار عن عبادته، والله عز وجل خلقهم سبحانه وتعالى لعبادته وهم يعني لا يفعلون إلا ما يؤمرون به، هم لا يفعلون إلا ما يؤمرون به. قال ويسبحونه وله يسجدون. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تأت، يعني أصدرت صوت. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن السماء مليئة بالملائكة، ما موضع قدم إلا وملك لله قائم أو ساجد، ويعني وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يعني منهم من هو ساجد ومنهم من هو قائم ومنهم من يعني كلهم يعني يفعلون عبادة الله عز وجل ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. Then he brought the verse, which means that indeed those who are with your Lord, they're not too arrogant to worship Him, and they praise Him, and they make some prostration to Him. Meaning the angels, they worship and prostrate and make glorification out of love and magnification to Allah Azza wa Jal. And because Allah created them for His worship. And they only do that which they're ordered. They only do that which they're ordered. And one hadith, the Prophet ﷺ said that the heavens have made a sound, a creaking sound, like, and it is appropriate for it to make this sound. And then he clarified that there's no space of a foot, except there's an angel there prostrating or standing, praising Allah, glorifying Him. So this is the job of the angels. قال فهم عبيد لله تعالى وخلق من مخلوقاته العظيمة لا يستحقون شيئا من العبادة. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. لأن هناك من يدعي أنه يعبد الملائكة من دون الله عز وجل، ولكن الملائكة تتبرأ منهم وتكذبهم. قالوا سبحانك، أي ننزهك، لأن التسبيح هو تنزيه لله عز وجل مع إثبات كمال الضد
التسبيح هو تنزيه لله عز وجل من النقائص وإثبات الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. ولماذا قلنا التسبيح فيه تنزيه وإثبات؟ لأن التنزيه المطلق هذا ليس بمدح، التنزيه المطلق ليس بمدح، التنزيه المطلق ليس بمدح حتى يثبت كمال الضد. ولذلك لما قال سبحانه وتعالى لا تأخذوا سنة ولا نوم بدأها بقول الحي القيوم، لابد من إثبات كمال الضد، لابد من إثبات كمال الضد. قالوا سبحانك، هذه تنزيه لله سبحانه وتعالى، أنت ولينا، هذا إثبات، أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. هؤلاء ما يعبدوننا، هذا يعبدون الشيطان، مقصود يعبدون الجن يعني الشياطين، نعم ما يعبدون. وهذا مثل عبادة من يعبد من الأنبياء، فإنه يعبد الشيطان حقيقة ولا يعبد، يعني هذه ليست عبادة، هذه عبادة الشياطين، نعم. وهؤلاء مبرؤون من هذه العبادات، هؤلاء مبرؤون من هذه العبادات. قالوا سبحانك أي ننزهك، كيف وهم يعبدون الله؟ الملائكة تعبد الله، المعبود العبد لا يعبد، المخلوق لا يكون خالقا، العبد لا يعبد، وإنما يعبد الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو عبد، النبي صلى الله عليه وسلم عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، بل يتبع، بل يعني يهتدى به ويتبع، ما يكذب صلى الله عليه وسلم. وكذلك الملائكة فإنهم عبيد لله عز وجل، هم عبيد لله ولا يستكبرون عن عبادته. قال بل قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. وعيسى بن مريم ماذا يقول؟ قال سبحانك ما قلت لهم، قال وإذ قال ربك يا نعم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به، ما ليس لي به حق. قال ما كان، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم، فلذلك قالوا سبحانك. هذا جميع الأنبياء الذين عبدوا، الملائكة الذين عبدوا، كلهم يسبحون الله عز وجل. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، قال أيأمركم بالكفر، سبحان الله، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا كله لأن كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، وإنما يعبد المعبود وهو الله سبحانه وتعالى الخالق. نعم. Then the author said, because the angels are servants to Allah and their creation from His creation. Say the angels therefore do not deserve any aspect of the worship, meaning the angels do not deserve any worship. Then the author said, the verse Allah said, on the day then Allah will gather all of them and He will say to the angels, did these people used to worship you? Did these creatures used to worship you besides me? They said, Subhanak, glorify you Allah.
means subhanak means glorified, O Allah, you above the deficiencies and imperfections, and implying that you have the perfection, all the perfection. Because negating from Allah deficiencies is not just meant by negation. Rather, it's negation affirming the opposite of completion, affirming his completion. Therefore, when Allah said that he is not overtaken by sleep or slumber, we affirmed his perfect life and complete life, because therefore Allah said before that, Al-Hayyul Qayyum, he is the ever-living, the sustainer. So it's not just to negate, but to affirm his perfection. And therefore after this, the angel said, Subhanak, Anta Waliyuna, you are our friend, our ally, besides them. This is affirmation to Allah that he's the only one to be worshipped. Then they said, rather they used to worship the jinn, meaning the shayateen. They used to, most of them believe in the jinn. Meaning everyone who worships the angels, actually they're worshiping the shayateen. And everyone who worships the prophets, they're worshiping the shayateen. The prophets and angels have nothing to do with this worship. Why? Because they are worshippers. How can a worshipper be worshipped? How can someone who worships be worshipped himself? It doesn't make sense. And likewise, the one who's created cannot be the creator. Therefore, the Prophet Allah said to the Prophet ﷺ, say, I'm only a man like you. It is inspired to me. Meaning, I'm a man like you, so a man is not worshipped. But I have inspiration to me, so I should not be disobeyed. I must be followed, because I'm speaking from inspiration. And also Isa alayhi salam, when Allah said to him, did you say to the people, take me and my mother as gods besides Allah? He said, Subhanak, same thing, glorified you Allah. I'm a servant, how can I tell people? Rather he said, it was not for me to say except that which you ordered me with, to worship Allah, my Lord and your Lord. So this is the worshipper, he calls to worship Allah, he does not call to worship of himself. Also the Shaykh said, also the author rahimahullah, and the messenger will not order you to take the angels and the prophets as lords besides him. Rather, would he then order you with disbelief after you are Muslims? Meaning all these prophets would not call to worship to themselves. They are worshippers to Allah. قاله في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما قد وصف لكم يعني من طين. ومن صفة خلقهم أن لهم أجنحة. الملائكة خلقت من نور والجان خلق من مارج من نار وآدم عليه السلام خلق من يعني من طين. قال ومن صفة خلقهم أن لهم أجنحة فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة وهكذا. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وهذا من الغيب الذي ينبغي علينا جميعا أن نؤمن به, وأن لهم أجنحة وأنهم يطيرون وقال وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح, وهذا في كان في الأبطح في مكة, وأيضا في الإسراء والمعراج في المعراج, لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كما سيأتي معنا أنه رأى جبريل عليه السلام على هيئته الملكية مرتين, رآه على هيئته الملكية مرتين في الأبطح, وكذلك رآه في عند سدرة المنتهى رآه على هيئته. نعم. قال وقد أقدرهم الله تعالى. تفضل. And the author brought the hadith in Sahih Muslim. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The angels were created from light, and the jinn are created from fire,
and the human being, son of Adam.